على غرار فاطمة خير زميلتها في الفن كليلة بونعيلات تحظى بمقعد في البرلمان، وهذا أول تصريح لها بعد فوزها. إليكم التفاصيل فتابعوا الفيديو إلى آخره. فقد استطاعت الفنانة المغربية كليلة بونعيلات حجز مقعد برلماني لها تحت لواء حزب التجمع الوطني للأحرار بعد ترشحها ضمن اللائحة الجهوية النسائية للحزب للانتخابات التشريعية بجهة سوس ماسة. وبهذا الإنجاز تكون الفنانة كليلة بونعيلات ثاني فنانة تنجح هذا العام في المزاوجة بين الفن والسياسة لتلج مجلس النواب كبرلمانية، بعد الفنانة والإعلامية فاطمة خير التي تمكنت من ضمان مقعد لها بمدينة الدار البيضاء. وقد جاء فوز كليلة بعد تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية الجهوية الخاصة بالنساء بجهة سوس ماسة وانتزاعه لمقعدين. وفي أول ظهور لها بعد نجاحها في الانتخابات، قامت كليلة بالنشر على حائط صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام صورة لها من حملتها الانتخابية ودونت عليها قائلة: السلام عليكم أحبتي، أولا كنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه على إتاحته الفرصة للمرأة المغربية من أجل حضور أكبر في المشهد السياسي المغربي وانخراطها في تدبير الشأن العام. وكنشكر السيد الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد عزيز أخنوش اللي وضع في الثقة من أجل تمثيل الحزب على أحسن وجه. ثانيا كنشكر جميع المغاربة اللي عطاونا الأصوات ديالهم، وكنشكر سكان سوس ماسة والناس الطيبين اللي استقبلونا بكل حب وثقوا فينا. ثالثا كنشكر أصدقاء الفنانين وأصدقاء خارج الوسط الفني وجميع الصفحات على المباركة، نشكركم على ثقتكم بنا ودعمنا، وتأكدوا أننا سنعمل على أن نكون عند حسن ظنكم بنا، وما التوفيق إلا من عند الله.